الكونسيستوار في روما يناقش الوضع في الشرق الأوسط، والأرض المقدسة تترقب زيارة الأساقفة الأوروبيين. انعقاد المؤتمر الثاني للكتاب المقدس في بيت لحم بحضور رؤساء كنائس الأرض المقدسة ومشاركة العديد من المؤمنين. جولة موسيقية في رحاب إيطاليا، 30 مرنما وعازفا من القدس يحتفلون بالعقد الثاني لمعهد المانيفيكات. تدشين بيت الضيافة الجديد في سباستيا بمبادرة جمعية من أجل الأرض المقدسة التابعة للفرنسيسكان وإتاحة فرص عمل للشبان المحليين. القدس عاصمة الإنسانية، كتاب جديد للبطريرك فؤاد طوال تم تقديمه في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي في روما.